نستنكر العمل غير الأخلاقي والغير إنساني اللي قامت به القوات الاحتلال البريطاني في منطقة البصرة ضد المواطنين، ونعتبره أنه عمل غير أخلاقي وغير ومنافي لكل مبادئ حقوق الإنسان. نستنكر ما شاهدناه أمس من اعتداء بريطاني على الشعب العراقي، ونتمنى معاقبة الذين قاموا بهذا العمل الشنيع. إنما قامت به القوات البريطانية ضد المواطنين العراقيين وخاصة في منطقة البصرة يعتبر تعدي واعتداء صارخ ضد المواطن العراقي.